السلام على أشرف المرسلين. نشكر أعضاء الجمعية العامة اللي داروا الثقة في شخصي، وهذا فخر لي. نشكر لجنة الترشيحات اللي كانت سهرة على إنجاح هذه العملية الانتخابية. ما ننساوش تاني السلطات المحلية على رأسها السيد الوالي اللي كان ساهم في ترتيب بيت السريع. احنا عرضنا البرنامج تاعنا، وان شاء الله تكون زين نعاودو نعرضو على الجمعيه العامه ونعرضو من تكون كاينه موافقه. نتكلوا على ربي. الجديد هو عندنا برنامج، غادي نسطروا البرنامج تاعنا، النقاط اللي عرضناها هنا الاعضاء نسطروهم ونزيدو نتصلوا باعضاء الجمعيه العامه. بين البرنامج اللي ان شاء الله ربي رانا مسطرينه هو احياء مدرسه كره القدم لنادي الهوي لسالابريزا، وهذا ان شاء الله ربي هذه المدرسه تكون من جميع المناطق منطقه ولايه غليزان، ماشي مشروع تكون
الشيف ليو من بلدية المجاورة، وإن شاء الله بربي اكتشاف الله، بارك الله فيك.